مرحبا. مرحبا. شلون؟ شلونك؟ تمام كنتي. شلون لابس بابو نويل الحركات؟ نيجي نحتفل يوم المهرجان. إيه. جايين لبسنا اليوم تياب سانتا عشان نيجي نحتفل مع الأولاد بمهرجان دراما سيتي. بالنسبة لإيلون سانتا هو الشيء الخيالي أو الشيء الحلو اللي هم بيحبوه. شفت عن المهرجان كلش حلو. إحنا قررنا نلبس هذا التياب تياب سانتا ومع صديقتي مشان نيجي نحتفل وياهم. شلونك؟ نحن من فرقة أفراح جروب كثير بنعمل فعالياتهم بأربيل واليوم عنا هون فعالية بالمهرجان كرمال للأطفال نوزع عليهم هدايا نحتفل معهم ونصور يعني نعمل لهم شيء جو ونفرحهم. إيه ده شوف صاركم كم يوم؟ من بداية المهرجان هون أربعة أيام لنهاية السنة. يعني نهاية السنة توزعون هدايا للأطفال بالأخص أنت يعني بابا نويل. بابا نويل آخر السنة نوزع لهم هدايا هو. أي صح. أمنياتكم لهاي السنة الجديدة؟ يعني يا عم السلام بالدنيا كلها.